بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد من حصاد الأهلي. النهاردة عندنا أخبار مهمة جدا عن آخر استعدادات المنتخب المصري، أيضا استعدادات النادي الأهلي وودية النصر وإطلالة عالمية. ولكن في البداية عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في إحدى المداخلات التليفونية تحدث عن أمر بالغ الأهمية، وهو موقف النادي الأهلي قانوني 100%. تم الاستشارة العديد والعديد من الناس القانونيين من قبل وضع لائحة النادي الأهلي الخاصة، وأيضا مرورا بوضع الجمعية العمومية الخاصة، وتم انعقادها على يومين، وأن النادي الأهلي موقفه قانوني 100%، وأن النادي الأهلي لا يريد أن يذهب إلى التحكيم الدولي، وأن النادي الأهلي يريد أن يعني الأمور يتم معالجتها في الشأن الداخلي، بعيدا عن إشعال النيران، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن الانقسام. الكلام ده غير موجود بالمرة، وأن النادي الأهلي في منتهى الهدوء في هذه الفترة، وأن موقفه قانوني 100%، وأنه بيريد أن الموضوع يتم حله مع الجهات المسؤولة في كل هدوء، بعيدا عن إشعال الفتنة والصراعات. ده كلام بيبين لك قد إيه النادي الأهلي حينما يبحث أمر بيكون من غير أي مواجهات شخصية، مفيش أي خلافات ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وما بين أي حد من مسؤولي الدولة. ولكن هي النادي الأهلي شايف إن وضعه قانوني، ولما سأل الخبراء القانونيين قالوا وضعه قانوني 100%، والنادي الأهلي يمشي وراء القانون. إذن القانون هو من يحكم في هذه الفترة وفي الفترة المقبلة. القانون هو من يحكم، وأن وضع النادي الأهلي قانوني 100% ده من أبرز تصريحات المهندس محمود طاهر. أيضا حينما سئل عن موقف المنتخب المصري ومباراته الهامة أمام أوغندا، قال إن المنتخب قادر على الوصول إن شاء الله لمونديال 2018 بروسيا، وقادر على عبور موقعة أوغندا لأنه لديه العديد من اللعيبة المحترفين اللي على أعلى مستوى، قادرين أيضا بوجود لاعب النادي الأهلي إن هم يوصلوا للهدف المنشود، وهو الفوز على أوغندا والوصول لكأس العالم. نروح لخبر المنتخب ومنتخبنا الوطني. ما شاء الله ذهب إلى أوغندا، إلى كامبالا، وصل إلى العاصمة الأوغندية كامبالا في طائرة خاصة، وهنا شيء يحسب لاتحاد كرة القدم وأيضا شركة الرعاية شركة بريزنتيشن لتوفير طيارة خاصة. ده بيوفر العديد من الأمور. أول أمر مشقة السفر، إرهاق الترانزيت، كل هذه الأمور، وطبعا ساعات السفر الطويلة في الترانزيت، كل هذه الأمور بيتم تلخيصها في طيارة خاصة. بيكون التركيز أكبر بالنسبة للعيبة، بيكون في تواجد أكبر ما بينهم وبين بعض داخل. طبعا دي هذه الصور من مطار القاهرة قبل السفر، ووجودهم في الطيارة بيبقى في ما بينهم وبين بعض يعني زي ما تقول كده قافلين على نفسهم، تركيزهم بيبقى أعلى، مشقة السفر بتقل، فده بيدخله جوه أجواء اللقاء وانت رايح وانت مش تعبان. لأن لما بيكون في ترانزيت، وخاصة مشكلة قارة أفريقيا هي في الطيران، عدد ساعات الطيران. قارة أفريقيا من أكبر القارات في العالم، الخطوط ما بتبقاش دايركت كتير جدا، فلما بيكون عندك وسيلة مواصلات دايركت كوسيلة طيران دايركت، طيارة خاصة دايركت توصلك إلى العاصمة كامبالا عاصمة أوغندا، ده بيسهل عليك العديد من الأمور. ودي حاجة بنعيد مرة تانية الشكر لشركة بريزنتيشن لتوفيرها هذه الطائرة الخاصة عشان توفر على منتخب مصر رحلة المشقة في الوصول. حاجة تانية إن منتخب مصر بيواجه العديد من الصعوبات. أول حاجة عدم حيادية الحكم الموريتاني بوشهيب المغفر، وكنا شفناه في البطولة العربية ومستواه مش على المستوى المطلوب، في عنده أخطاء كتير جدا تحكيمية، نتمنى أنه يتداركها، خاصة أن ده لقاء مصيري بيتحكم عليه أو بيتحدد عليه من سيكون الأقرب للوصول من هذه المجموعة إلى كأس العالم. رقم 2 عندنا في منتخب مصر ما تمرنش مع بعض كتير، ولكن هكتور كوبر من المدير الفنيين اللي عنده خبرات كبيرة جدا في الكرة العالمية، أيضا عنده خبرات كبيرة جدا مع المنتخبات وفي كل المنتخبات في العالم،
لعيبه البروفيشنالز ما بيجوش قبل، او المحترفين ما بيجوش قبل اللقاءات بايام الا يومين او ثلاث ايام على اقصى تقدير. فده بيفرق كتير مع منتخب مصر، خاصه ان انت محتاج فتره اكبر عشان تعمل التجانس. ولكن برضو خلينا نقول ان شيء يحسب لهيكتور كوبر ان قوام المنتخب منذ قدومه حتى الان بيتم التغيير فيه في عنصر او عنصرين. اكتر من كده مش هتلاقي تغييرات كتير جدا مرورا ببدايه تصفيات كاس العالم وايضا كاس الامم الافريقيه. تكمله تصفيات كاس العالم مش هتلاقي التغيير كتير في عناصر منتخب مصر، وده من اهم المميزات او من اهم الحاجات اللي قدر هيكتور كوبر انه يصنعها في منتخب مصر، ان قوام المنتخب معروف ومتكامل. الميزه اللي موجوده في منتخب مصر في هذا اللقاء ان شاء الله وهو وجود المحترفين، طبعا شايفين رمضان صبحي مع صالح جمعه، ايضا جاهزيه لعيبه الاهلي اللي داخلين ما شاء الله على اعلى مستوى، وجود بعض العناصر اللي ماشي بشكل كويس زي كريم حافظ اللي قادم من لانس الفرنسي، زي سام مورسي القادم من ويجن، محمد حجازي ويست برومتش البيون، احمد المحمدي استون فيلا الانجليزي، محمد صلاح ليفربول، رمضان صبحي ستوك سيتي، ومحمود تريزيجيه القادم من الدوري التركي قاسم باشا. مرورا بقى بلعيبه النادي الاهلي، عندك احمد فتحي، عبد الله السعيد، كتيبه كبيره جدا سعد سمير ما شاء الله، يعني رامي ربيعه، نجوم كتير جدا من النادي الاهلي، صالح جمعه. ودخول صالح جمعه بيديك حلول زياده، بيديك حلول زياده في ايه؟ في حته ان انت عندك، اصبح عندك بديل للاعب بامكانيات عبد الله السعيد اللي لما كان مجهد في فتره مع المنتخب كان اداء المنتخب تاثر، ولكن وجود صالح جمعه بقى عمل لك شيء من البالانس وشيء من التوازن في الناحيه الفنيه، لان عندك في هذا المركز لاعب رقم 10، عندك لعيبه على اعلى مستوى وفورمته عاليه جدا جدا. ايضا منتخب مصر هياخد راحه قبل انه هيتمرن طبعا بكره قبل في نفس ميعاد اللقاء الساعه 3، هيكون الثالثة هيكون ميعاد التمرين وهو ده نفس ميعاد المباراة، عشان طبعا اللعيبة تتأقلم أو تتمرن في نفس الميعاد، عشان في يوم المباراة بيكون كل شيء إلى حد كبير على في نفس التوازن وبنفس الأجواء. منتخب مصر هيلاعب فريق مميز بالجماعية. منتخب مصر ما بيلعبش على اللعيبة الفردية، القصة مش كلها محمد صلاح، محمد صلاح طبعا نجم ليفربول، و خلينا نقول ان اوغندا كلها مرعوبه من محمد صلاح. اوغندا كلها مرعوبه من محمد صلاح، الاعلام الاوغندي بالجمهور الاوغندي، خلاص الكل بيتابع الدوري الانجليزي الاكثر متابعه في العالم، وادي كلام هو كرينز ماست ابسيت صلاح، ده معناه ان الاوناش عليها انها توقف محمد صلاح لان كلهم عارفين قيمته. كرينز ده معناها الونش اللي هو بيبقى شايل الرافعه، ماست ابسيت صلاح يعني عايزين ان هم يوقفوا محمد صلاح باقصى درجه او ان هم ما يخلوش يفرح. محمد صلاح قيمه كبيره جدا في نادي ليفربول، من اللعيبه اللي بقت من التوب ليفل في العالم، مش بس في الدوري الانجليزي اثبت جدارته، وعنده مميزات كتير جدا انه بيقدر يشتغل فردي وجماعي، سرعته بسم الله ما شاء الله. الكلام ده كله ليه جانب تكتيكي، واوغندا محمد صلاح صداع في عينها. وبعدين ما هقول لكم الصراحه بمنتهى الحياد، مش عشان محمد صلاح لعيب مصري، محمد صلاح اثبت جدارته امام دفاعات ريال مدريد حينما كان في رونا وبيلعب في تشامبيونز ليج، اثبت جدارته امام دفاعات الارسنال، وادي معاه نجم كهربا طبعا الاقرب في قياده هجوم منتخب مصر. محمد صلاح اثبت جدارته امام اقوى الدفاعات على مستوى العالم، شفناه في الشامبيونز ليج وادائه، وهو ده اللي خلى ليفربول انه يتعاقد معه، وحتى الان اكبر صفقه في تاريخ النادي حتى ياتي نابي كيتا لاعب لايبزيج اللي هيجي في يناير القادم. كل الكلام دوت في صداع في دماغ مدرب فريق اوغندا، لان اوغندا من الفرق الجماعيه، اوغندا مش فريق سهل، اوغندا كسب فرق كتير جدا في التصفيات وفوجئنا بمستوى اوغندا. اوغندا منتخب مصر كسبه في كاس الامم الافريقيه هدف مقابل لا شيء، كان عبد الله السعيد البديل هو اللي احرز الهدف، وفي اخر لقاءاته خلينا اقول لحضراتكم ان اوغندا لاعب
ورواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، دي آخر اللقاءات الرسمية. كسب في كامبالا 3-2، ولكن خسر في رواندا بهدفين مقابل لا شيء، وصعد بفارق الهدف للدور المقبل. إذا هو دوت آخر أوضاع فريق أوغندا قبل مواجهة منتخب مصر المنتظر، اللي إن شاء الله نتمنى الفوز للمنتخب المصري بإذن الله. ومن منتخب مصر أخدكم للكابتن حسام البدري والنادي الأهلي. كابتن حسام البدري في تصريحه واللي صرحه على الموقع الرسمي للنادي طلع وقال إن هدفنا كل البطولات فالموسم الجاي صعب. ده تصريح بيأتي من مدرب محترف. أي مدرب محترف بيطلع في بداية الموسم بيقول أولاً هو التارجت أو الهدف اللي مطلوب منه هو إيه؟ كل البطولات. ده النادي الأهلي. والموسم اللي جاي صعب ولا سهل؟ لا صعب، مفيش حاجة سهلة، لأن في البعض من الناس اللي ما عندهاش وعي كروي كتير بتبتدي تقلل من شأن الدوري المصري، وإن البطولة الدوري المصري ما بقاش. لا، الدوري المصري قوي جدا، والنادي الأهلي عمل إنجاز كبير جدا بالحصول على الدوري والكأس، والموسم اللي جاي صعب. كابتن حسام البدري قال حجم التحديات اللي هيواجهها لكونه بطل لثنائية الدوري وكاس مصر إلى جانب قوة المنافسة بين الجميع على الألقاب، بينما أشار إلى أنه بيجهز بقوة لهذه التحديات، وأوضح أن الجهاز الفني بيخطط للحفاظ على لقبي الدوري والكاس مرة تانية والتتويج بكأس السوبر إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم الأندية، وأن هذه الأهداف يسعى إليها لتحقيقها تعتبر المستهدف الطبيعي للنادي الأهلي بما له من تاريخ وبطولات ويملكه من لاعبين على قدر المسؤولية لتحقيق تطلعات الجماهير. وأشار إلى التغييرات التي سوف يشهدها الفريق الموسم الجديد برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر سوف يكون لها تأثيرا على الشكل العام، إلا أنه شدد على الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بكل البطولات تحقيق الأهداف مجلس الإدارة وتطلعات الجماهير. كما أن كابتن حسام البدري قال أن محمود عزت مدافع فريق سموحة أصبح خلاص خارج حسابات النادي الأهلي وأنه أغلق ملف المفاوضات معه، وأكد أيضا أن في مفاوضات أخرى من الممكن أن يكون في تعاقد مع أحد المدافعين السوريين. وبعد كده دخل في أن صعوبة مواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، لافتا أن الفريقان بيملكان عناصر مميزة وخبرات كبيرة إلى جانب الدوافع القوية لدى كلا الفريقين للتتويج بلقب البطولة، وقال أن فريق الترجي بيلعب كرة قدم جماعية وقام بتدعيم صفوفه بشكل مناسب. ده هدف محمد ناجي جده لو حضراتكم تتذكروا في الفاينل اللي كسبه النادي الاهلي في ملعب الترجي بهدفين، كان احرز محمد ناجي جده، ودي واحده من اهم مباريات سيد حمدي، ودي وليد الهشري اللي عدى منه واداها لجده عشان يضع الهدف، والهدف الثاني كان وليد سليمان من افضل الاهداف اللي احرزت في بطوله افريقيا. وده النادي الاهلي فكره في هذا اللقاء، لم يكن يلعب ابو تريكا، لم يكن يلعب بركات، ولكن النادي الاهلي استطاع بالفوز بهذا الاداء ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن النادي الأهلي ضمن حضر. النادي الأهلي ضمن حضر. شدد البدري إن الأهلي جاهز وبيستعد بقوة لمواجهة رغم صعوبتها، وإن في إصرار كبير جدا على العبور لمرحلة الترجي التونسي. نكمل مع حضراتكم وكيف يستعد الاهلي الى الترجي. كابتن حسام البدري طلع وصرح قال ان لقاء طلاع الجيش في اول مباراه النادي الاهلي في الدوري الممتاز الموسم المقبل هي افضل اعداد لبطوله الترجي. صراحه فريق طلاع الجيش من الفرق المميزه، النادي الاهلي استطاع الفوز عليها ذهابا وايابا في الموسم الماضي، الدور الاول كان 3-0، الدور الثاني كان 2-1 بهدف ميدو جابر اللي كان في الوقت القاضي. طلاع الجيش ادى موسم حلو جدا الصراحه في الموسم الماضي، خاصه مع المدير الفني الجديد كابتن احمد سامي اللي قاد الفريق. كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين اللي دعموا فرقهم وفرقتهم بعوده صلاح امين مره ثانيه، وجاب احمد الشيخ من نادي الاتحاد، وصراحه عوضنا حتى النهارده تعادل وديا مع فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدفين، يعني الفريق بيستعد بشكل جيد، بيجهز صفوفه وبيدعم صفوفه بلعيبه على اعلى مستوى.
كابتن حسام بدري قال ان مواجهه الجيش هتكون الاعداد الامثل اقوى بالنسبه له في اطار استعداداته لمواجهه الترجي ذهابا وايابا، والمحدد لها يوم 16 ان شاء الله ويوم 23 سبتمبر المقبل. واضاف ان الفريق بيخوض معسكر جيد جدا في وديتين النصر والمنصوره، وهيكون لهم تاثير جيد جدا على اداء اللاعبين. واشادد الكابتن حسام البدري انه يتمنى انتظام الدوليين في تدريبات الاهلي بعد مباراتي اوغندا دون اصابات باذن الله، وعشان يكتمل الهيكل الفريق امامه. وتابع انه كان يتمنى ان تتاح فرصه اقامه معسكر في احد الدول الاوروبيه، ولكن بالوقت واقامه معسكر المنتخب المصري هو اللي حال دون ذلك، ودايما النادي الاهلي هو عماد المنتخبات الوطنيه. وطنية النادي الأهلي دايما ما بيدخلش على المنتخبات بلاعبته. وأشار الكابتن حسام البدري أن الجهاز تعامل مع الأمر الواقع من خلال محاولة استغلال المعسكر الحالي في مدينة 6 أكتوبر، وألمح المدير الفني أن الجهاز الفني بيتفهم بشدة طبيعة المرحلة اللي بتعيشها الكرة المصرية وحلم التأهل لكأس العالم، وأنه بيتمنى طبعا التوفيق لمجموعة اللاعبين الدوليين والمنتخب المصري بإذن الله في التأهل لكأس العالم. كابتن حسام البدري في لقاء طلاع الجيش ده بداية موسم، من يبدأ قويا ينهي قويا. السنة اللي فاتت أو الموسم الماضي كابتن حسام البدري والنادي الأهلي ابتدى بالفوز على الإسماعيلي، الإسماعيلي من أكبر الفرق في الكرة المصرية، وبداية الفوز في أول لقاءاتك بتديك دفعات كبيرة جدا. أول حاجة دفعة معنوية وبتاخد 3 نقاط وتبتدي تمشي في المسار اللي أنت ماشي فيه عشان تبتدي تحصد بطولة. يجب أن تبدأ قويا، وده اللي عمله النادي الأهلي في الموسم الماضي وأيضا في الموسم قبل الماضي حينما فاز ببطولات الدوري. فبداية مهمة جدا، فريق مش سهل طلائع الجيش من أقوى الفرق، وشفنا السيزون اللي فات الدور الثاني النادي الأهلي تغلب بصعوبة بهدفين مقابل هدف في لقاء كان مؤثر جدا على مسار النادي الأهلي في بطولة الدوري العام. نروح لخبر آخر، وهو ان النادي الاهلي وافق على انتقال محمد حمدي زكي الى سموحه. كابتن عصام سراج المدير التعاقدات بالنادي الاهلي قال ان النادي الاهلي وافق على انتقال محمد حمدي زكي الى سموحه بعد المفاوضات اللي جرت بين الناديين، واكد ان صفقه انتقال حمدي زكي لسموحه جاءت بعد موافقه الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري. طبعا النادي الاهلي دعم صفوفه بشكل مهم جدا مميز، في حمودي وفي اسلام محارب وفي احمد الشيخ جاء من الاعاره، كل دول في نفس المكان، وبنتمنى له التوفيق في تجربته القادمه مع فريق نادي سموحه. خبر الاخر، مباراه الاهلي والنصر حصريا على قناه النادي الاهلي. إن شاء الله غدا عندنا بث مباشر لمباراة النادي الأهلي والنصر الودية، ودي من المباريات الودية اللي النادي الأهلي بيستعد بيها للموسم الجديد. النادي الأهلي والكابتن حسام البدري هيجرب النجوم الجداد اللي دخلوا الفريق، عندك هشام محمد، عندك اللاعب أيضا إسلام محارب، عندك عماد متعب هيكون من أبرز الناس اللي هتبتدي هذا اللقاء، عندك لعيبة من الناشئين هيكونوا موجودين، عندك أجاية يعود مرة أخرى لتشكيلة النادي الأهلي، عندك أحمد الشيخ من اللعيبة اللي ممكن يكونوا متواجدين، ولكن كل هذه النجوم فرصهم بتيجي من المباريات الودية. المباريات الودية دايما اللعيب بياخد فرصته وبيثبت نفسه وبيبتدي يكون موجود في الرسمي، وده اللي شفناه في البطولة العربية. ما كنتش هتسمع أو هتعرف ايه امكانيات وليد ازارو الا من ماتشات البطوله العربيه اللي كانت وديه. ايضا عندك عمرو بركات وارد انه يكون موجود، ولكن عماد متعب هو هيكون مهاجم النادي الاهلي في هذا اللقاء. كل كواليس اللقاء، احداث اللقاء هتستمتعوا بيه على قناتنا، قناه النادي الاهلي. استوديو تحليلي هيكون على اعلى مستوى، وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه ايضا بالاضافه الى زميلي كابتن محمد فاروق هيكونوا في الاستوديو التحليلي لهذا اللقاء. ومن الدوري المصري ومن ودية النصر هروح بيكم إلى ليفربول. ليفربول اقترب من الموافقة على رحيل كوتينيو إلى برشلونة في صفقة قد تتكلف أكثر من 160 مليون يورو. اللاعب فيليبي كوتينيو النجم البرازيلي الشاب
على يعني خلاص على اعتاب الانضمام لفريق برشلونه الاسباني. صراحه كان في تصريح مهم جدا من طبيب المنتخب البرازيلي، وطبعا كوتينيو الان مع منتخب البرازيل في لقاءات تصفيات كاس العالم. ليفربول في الفتره اللي فاتت حينما سئل اين كوتينيو كانوا بيقولوا ان هو مصاب. طبيب المنتخب البرازيلي طلع قال ان كوتينيو 100% جاهز، مفيش اي اصابه، مفيش اي مشكله، وده بيبين لك ان كان في فجوه، الفجوه دي حصلت ان رغبه كوتينيو في الانتقال الى برشلونه، وهنا في هذا التوقيت رغبة اللاعب هي بقت ليها حاجة مهمة جدا أو دور مهم جدا في انتقال أي لاعب لنادي آخر. رغبة اللاعب أنت مش هتقدر، بيبقى فيه ارتباط تعاقدي، ولكن لما يكون فاضل في عقدك سنة وعندك رغبة في الانتقال بتبقى الموضوع حاسمة بشكل كبير جدا. حاولت إدارة ليفربول الصراحة والمدير الفني يورجن كلوب في الإبقاء على خدمات كوتينيو، ولكن في ثلاث لقاءات الأخيرة اللي شفناها في الدوري الإنجليزي أيضا بالإضافة إلى لقاء أي الشامبيونز ليج تصفيات أمام أوفنهايم، لقينا أن ليفربول ماشي من غير كوتينيو بشكل مهم جدا، وده شيء يضاف إلى يورجن كلوب، ومما جعل فريق ليفربول خلاص وافق على انتقال كوتينيو إلى فريق برشلونة. برشلونة جاب عثمان ديمبيلي ب 105 مليون يورو، وفي حالة استخدام كوتينيو هيكون إلى إضافة إلى باولينيو نجم منتخب البرازيل اللي بيلعب في وسط الملعب، هيكون صراحة فرقة برشلونة من أفضل الميركاتو اللي حصل في هذا في هذه الانتقالات الصيفية، خاصة إنه عوض رحيل نيمار وفلوسه، جاب ثلاث أربع لعيبة على أعلى مستوى يدوك كذا سنة في بناء فريق برشلونة الجديد، بالإضافة إلى وجود بقى النجوم الكبار زي ليونيل ميسي وسواريز وإنيستا وبوسكيتس ويوردي ألبا، النجوم الكبار اللي في صفوف، طبعا الإضافة إلى راكيتيتش، كل دول نجوم كبار جدا، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي وباوليني وكوتينيو، لا برشلونة هيبقى حاجة تانية جامدة جدا في الموسم المقبل. الخبر الاخر هنروح من ليفربول الى تشيلسي، ويبدو ان تشيلسي واخد عقد مع عائله ازار، كل عائله ازار بقت بتلعب في نادي تشيلسي. البدايه كانت مع ايدن ازار النجم طبعا البلجيكي الكبير اللي حصل مع نادي تشيلسي على بطوله الدوري الانجليزي. نادي تشيلسي تعاقد مع كيليان ازار الشقيق الاصغر للنجم طبعا ايدن ازار، وكان اللاعب ثورجن ازار الشقيق الاصغر جدا هو ايضا كان انتقل الى نادي تشيلسي. كيليان ازار بيلعب في نادي اسمه اوبسيت من بلغاريا، انتقل وعنده 22 سنه الى صفوف نادي تشيلسي، واكيد وجود اخواته دعم موقفه، وهي يبدو ان العيله كلها مواهب، عيله من العائلات زي كده، عيله توفيق عندنا اللي فيها عبد العزيز واكرم وايضا احمد توفيق، ولكن هنا الثلاثه بقى راحوا الى نادي واحد وهو نادي تشيلسي بيتعاقد مع كل عيله ازار، ولو في واحد رابع كمان نادي تشيلسي هيخطفه ويتعاقد معه. معنا خبر مهم، عمرو وردة بعد كل اللغط اللي سمعناه في الفترة الماضية بينجح في التعاقد مع نادي أتروميتوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من فوق اليوناني. كان فسخ تعاقده عمرو وردة الصراحة بطريقة غريبة مع فريق فيجورينزي البرتغالي، ونجح في انه يصل الى فريق أتروميتوس اليوناني. هو كان عنده تجربة مع فوق وكان ناجح فيها، يعني نتمنى له التوفيق ونتمنى له انه يمشي في السياق الاحتراف، الاحتراف بجد، يبقى فيه التزام. عمرو ورده ما عندوش مشكله فنيه، ولكن يجب انه يمشي في السياق الاحترافي من الناحيه السلوكيه. خبر الاخر هنبتدي نتكلم على ابرز النجوم اللي متوقع ليهم التالق مع المنتخبات. خلاص الكل من غد ان شاء الله هيتم طبعا التعامل مع تصفيات كاس العالم في اوروبا، في امريكا الجنوبيه، وايضا في افريقيا، وفي حتى النهارده كان في لقاء ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي ايضا في تصفيات كاس العالم ضمن اسيا. اول منتخب هنتكلم عنه وهو المنتخب الاسباني وماركوس اسانسيو اللي ظهر امام حضراتكم في الصوره،
خلف انيستا ودافيد فيا. ماركوس اسونسيو من النجوم الكبار 21 سنه صراحه ظهر بشكل اكثر من رائع مع فريق ريال مدريد، وهو من النجوم اللي ليهم مستقبل زي ما حضراتكم شايفين. ايضا اللاعب ايسكو اللي بيظهر في الشاشه. اسبانيا بتلعب في المجموعه جي وعندها 16 نقطه مناصفه مع ايطاليا. مباراه في منتهى القوه ما بين الاثنين هيواجهوا بعض، ومين اللي هيحصل على صداره المجموعه، ومن ثم لما يكمل التصفيات على هذا الشكل هيتم اخذ بطاقه التاهل مباشره. اسبانيا وايطاليا هو اصبح ديربي من نوع خاص، صدام من اكبر مدرستين، مدرسه الاسبانيه يعني المتعه يعني تيكي تاكا. ادي دافيد فيا يعود مره ثانيه من نيويورك سيتي من امريكا، وتم الاستعانه بيه عشان المنتخب الاسباني محتاج هذا اللاعب في هذا المركز. ما فيش غير الفارو موراتا بس اللي بيلعب راس حربه في المنتخب الاسباني، راس حربه صريح. ومن خلفه بقى في وجود دي ليفو نجم برشلونه، وادي اندرياس انيستا طبعا الفنان الكبير، ومن خلفهم ماركوس اسونسيو والنجوم الكبار. وادي مدرسه في الكره الجميله، هيعملوا ايه بقى مع ملوك الكره الدفاعيه الكره الايطاليه والكاتاناتشو؟ لقاء هيبقى صعب جدا يوم السبت المقبل. وادي ايضا صوره تشيكيه واللاعب خورخي البا في اخر استعدادات المنتخب الاسباني للقاء المهم امام المنتخب الكاتاناتشو الايطالي. ومن اسبانيا هنروح الى البرتغال. المنتخب البرتغالي يستعد بقوه هيواجه جزر الفارو. المنتخب البرتغالي بيلعب في وبياخد المركز الثاني فهو في المجموعه بي. المنتخب السويسري في الصداره برصيد 18 نقطه، ولكن كريستيانو رونالدو ورفاقه في المركز الثاني برصيد 15 نقطه، وده من الحاجات المهمه. كريستيانو رونالدو افضل لاعب في اوروبا، افضل لاعب في العالم، خد بطوله حتى دوري ابطال اوروبا مع الريال، خد الدوري الاسباني، حتى خد اليورو مع المنتخب البرتغالي هذا العام، من افضل المرشحين، واعتقد هو المرشح الاول انه ياخد جائزه افضل لاعب في العالم. هنشوف هيعمل ايه امام منتخب جزر الفارو، لانه بيبحث المنتخب البرتغالي على ملاحقه منتخب سويسرا اللي صراحه عمل مفاجاه في هذه المجموعه ومتقدم على المنتخب البرتغالي ب 18 نقطه، ولكن البرتغال في المركز الثاني برصيد 15 مع كواريزما، مع لاعب فابوي كوينترالو اللي بيظهر معاه في الصوره، مع نجوم كبيره جدا حتى اللاعب اندريه سيلفا مهاجم نادي الميلان. كل ده هتبقى في قائمه البرتغال امام جزر الفارو اللي هيلعبوا في لقاء الغد. ونروح من البرتغال هنذهب الى الاورجواي وعاصمه الاورجواي موندي فيديو، ولقاء اكثر من ناري. منتخب الاورجواي هيلعب المنتخب الارجنتيني، سواريز وكافاني، هيلعبوا ميسي واجويرو ودي ماريا. صراحه هذه المجموعه في تصفيات كاس العالم في منتهى القوه. المنتخب البرازيلي بعيدا عنده 33 نقطه، منتخب الكولومبي بعده 24 نقطه، والمنتخب الأرجواي الثالث 23 نقطة، وتشيلي 23 نقطة في المركز الرابع، الأرجنتين في المركز الخامس 22 نقطة، وهتلاعب الأرجواي في الأرجواي. والصورة دي بتعبر عن حالة المنتخب الأرجنتيني في مواجهة منتخب الأرجواي على أرض وسط جماهيره بنجومه الكبار، ماتش في منتهى القوة. الأرجنتين لا بديل لها إلا الفوز، المركز الخامس ما يأهلهاش الى المونديال مباشره، هتروح بقى تلعب تصفيات مع اوكيانوسيا، وعيب منتخب الارجنتين ان هو يعني يذهب الى التصفيات الملحق، يجب ان يفوز، هيلعب على الفوز، لان منتخب الارجنتيني دائما بيخش كاس العالم وهو من المرشحين، وفرقه فيها ميسي وفيها اجويرو وفيها دي ماريا وفيها ماتشيرانو ولوكاس بيليا، نجوم كبار على اعلى مستوى. طبعا ميسي يبقى واحد من افضل المواهب اللي جت في تاريخ الكره العالميه، هنشوف هيعمل ايه امام بقى زميله سواريز في برشلونه. ولكن منتخب الاورجواي عنده كافاني، ايضا عنده نجوم كبار، هيبقى حوار صعب جدا على ميسي ورفاقه، خاصه انه ميسي حتى الان الجمهور الارجنتيني ينتظر منه اي حاجه عملها مارادونا، حتى الان لم يفز باي بطوله مع البيانكو سيليستي او منتخب الارجنتين، ودي صورته مع مارادونا جاب كاس عالم، وجاب كاس عالم لوحده،
في كاس عالم 86. لو الكل يتذكر مارادونا عمل كتير للارجنتين، ميسي لم يفز الا البطوله الاولمبيه مع المنتخب الارجنتيني، ولكن لم يفز باي بطوله قاريه حتى في نهائي كوبا امريكا. خسر المنتخب الارجنتيني سنتين ورا بعض امام منتخب تشيلي، ودي حاجه من الحاجات اللي جمهور الارجنتين يعشق ميسي لكونه ارجنتينيا ويحصل على افضل لاعب في العالم، ولكن حتى الان ميسي يبحث على بطوله مع فريق منتخب الارجنتين. ونروح من مونديفيديو الأورجواي والأرجنتين ونذهب إلى المنتخب المصري ومواجهته أمام المنتخب الأوغندي. صراحة إحنا زي ما ركزنا على أن صلاح ومنتخب أوغندا كله يخشى صلاح، عندنا نجم آخر من المتوقع أنه يكون ما شاء الله له دور كبير جدا في المنتخب أمام منتخب أوغندا، وهو محمود تريزيجيه. تريزيجيه بيحرز أهداف في الدوري التركي أمام بيشكتاش، بيصنع أهداف مع فريق قاسم باشا اللي بيلعب في صفوفه. تريزيجيه من اللعيبة اللي بتجيب الأدوار الدفاعية والأدوار الهجومية، ما شاء الله عنده سرعة وقوة بدنية عالية جدا، دايما بيحمل الباك الشمال اللي بيلعب قدامه، وكان له دور مهم جدا في لقاء منتخب مصر أمام غانا اللي كسبناه هنا بهدفين مقابل لا شيء، وحصل على ضربة الجزاء الأولى اللي أحرزها محمد صلاح وتقدم بها منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء قبل أن يحرز عبد الله السعيد الهدف الثاني. تريزيجيه من اللعيبه اللي عندهم موتور ما شاء الله بدني ولا يتوقف، ان شاء الله نتمنى له التوفيق بكره بعد غد في لقاء اوغندا، ويكون له دور كبير جدا ومهم مع منتخب المصري في تصدر هذه المجموعه والابتعاد بالصداره، خاصه منتخب مصر عنده 6 نقط واوغندا 4 نقط، اذا هو لقاء لمن سيبحث عن الصداره اللي مع منتخب اوغندا. ان شاء الله كل التوفيق لحلم المونديال مع المنتخب المصري. ده كان اخر خبر معانا النهارده حتى القاكم تحياتي، كل الامنيات مع احلام المصريين، ان شاء الله نذهب الى كاس العالم بعد حلم غاب 27 عاما، يا رب النصر المصري دائما وابدا والى الامام، وفي الاخير الاهلي فوق المنافسه.